غزاله الفنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد روتين صباحي اللي غادي يكون خفن زربان ان شاء الله. وبديتو معكم من الصباح، درت هنايا الروتين ديال العنايه بالبشره اللي كندير كل صباح. هنايا شاركت معكم لاغام ديال لوريال. بالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوني واحد الخطره قالوا لي شنو هي لاغام اللي متبعه ولا شنو هما لي برودوي اللي متبعه. مهم، حاليا بالنسبه للكريم دو جور، كريم دو نوي، انا دايره ديال لوريال صراحه زوينين. انا تقريبا دابا راه 9 شهور باش متبعه هاد لاغام، زوينه بزاف. كاين فيها الكريم ديال الليل والكريم ديال النهار، وفيها الكريم ديال هذا تجاعيد حول العينين، هو داك الحكيك الصغيور. فانا كنغسل وجهي اول حاجه. انا بعدا البشره ديالي دهنيه، ماشي ديك دهنيه، مهم ما بين الدهنيه ومختلطه، مره كتكون شي شويه ناشفه، مره كتكون هكا شي شويه دهنيه. فحاليا كنغسل بجيل نيتويون ديال بلايا، مره كندير اوريفلام، مره بلايا، مره كندير هذا سميتو هو فيشي. فكل مره وشنو كندير، ما كنبقاش دائما في نفس لوجيل نيتوايو اللي كنخدم به دائما، فغير كيسالي لي كنحاول انني كنبدل. يعني كل مره كندير جيل نيتوايو لوجهي. فغسلت وجهي والاول، نشفتو وصافي، ودرت لاغام ديالي ديال لوريال، درت الكريم ديال النهار، ورطبت الشنايف ديالي بهذا المرطب ديال اوريفلام ديال ديوان. فشي مرات كندير هذا، شي مرات كندير هذاك الحكيك اللي كيكون صغيور. هذه المره حتى هو راه نوريه لكم. هنا بغيت ننصح البنات اللي تيعانيو من المسامات اللي كتكون واسعه، ما عليكم بهذا البرودوي ديال نوفيج. هذا راه ديال دوك المسام اللي تيكونوا هكايا في الحنيكات اللي كيكونوا عندها مسام واسعه، فكنصحكم بهذا الكريم هذا ديال نوفيج، فهو تيحد من دوك المسامات اللي تيكونوا واسعين. ولا بغيتو نبارطاجي معكم وصفه طبيعيه اللي كنديرها انا من الحد ديال دوك المسامات، فخليوها ليا في الكومونتيرات ونبارطاجيها معكم وصفه طبيعيه. هادو هما لاغام اللي كنخدم بها، هذه ديال تجاعيد حول العينين، وهذه كريم دو جور وكريم دو نوي، وهادو بعض الماسكات اللي راني كنديرهم هكا الا ما كنتش غادي ندير ماسكات اللي هما طبيعيه. ولكن انا في العاده راه دائما كنحاول ما امكن انني نمشي في كل ما هو طبيعي. صافي، هذا ما كان الغزالات. هنا غادي ندير لكم واحد تور خفيفه ظريفه على الحمام، لان بعض الاخوات كيسولوني كيقولوا يا عمرك هين ما درتي لينا شي جوله هكايا في الحمام. انا راه كنسبق لي شحال هادي كنت درت معكم واحد تنظيف عميق للحمام شحال هادي بالحق، وكنت بارطاجيتو معكم. حمامي حمام اللي هو بسيط، حمام عادي. مهم، هنايا عندي لافابو، يعني حمام البنات عادي، راه ماشي شي حاجه. المهم هنايا راني كنت مع الصباح، نهار لا كندوز عليه تدويزه هكا خفيفه، وعاد مره في السيمانه كنشدو كنحكو كامل الحيوط ديالو وكل شيء. اما حتى الارضيه راه كل نهار يعني تيتخوى فيها الماء، فاش كنبغيو ندوزو هكا شي تجفيفه على الدار. باش كنمسح هكايا الكرسي، لافابو، المرايا، هاد البلايص هاد وهاد اللعيبات اللي كنحط فيهم هكا هاد التخربيق هذا. الليله نجيت البنات، الليله نجيت فهم كيسهلوا العمليه ديال التنظيف. علاش نقول لكم؟ حيت بعض الخطرات كنديروا مناديل اللي هي اولا فوط هكايا ديال الدار، ولكن كيبقاو جامعين لينا لي بكتيريا. يعني واخا تتشديهم تتغسليهم تتصبنيهم ما عرفتش شنو تديري ليهم، يعني كيبقاو جامعين لي بكتيريا. اللهم كديري هكايا الليله نجيت كتمسحي بهم هكايا هاد لي زاكسيسوار ديال الفوات، كتمسحي بها هاد اللعيبه هادي ديال بابي جينيك، اي حاجه هاد لي زيتاجير ديال هكا لي برودوي ديال الحمام. من الاحسن انكم تبقاو ديروا لي لانجيت، لانهما غير كتنظفوا بهم وكترميوهم. واحد الحيله اللي تقدروا ديروها هو انهم تقدروا تحلوا لي لانجيت ديالكم وديروا هنايا شويه شافيل،
اولا ديروا معقم اولا شي سانيكرو هكايا، كتفضلوا اللون هذا ماشي اللون الله يستر، كتفضلوا الريحه ديالو. سبس لي الفيديو، فكيف ما قلت لكم يعني كديروا سوا جافيل سوا اي برودوي هكايا كتفضلوه، سانيكرو اولا معطر معقم صافي، كتبقاو تخليوه بالحق، تخليوه فقط هكايا الحمام، ولا بغيتوا هكايا تستعملوه حتى بحال هكا لي موبل هكا اللي عندكم في الدار. انا هذا راه كنخدم به لي لانجيت، راه كنمسح بهم حتى البلاكارد الكوزينه، غير هو بالحق البلاكارد الكوزينه دايره ليه لي لانجيت ديالو بوحدهم، مخليهم في الكوزينه، وهذا راني تنخليه غير هنايا في الحمام، كنحطو هنايا البنات وكنخليه. هذا مكان صافي، كانت هذه هي تور في الحمام، يعني راه كيما قلت لكم راه ماشي شي حاجه، شي حاجه عادي، حمام عادي ومرتبه بشي حوايج اللي هما عاديين. هنايا دزت باش غادي ناخد اول وجبه اللي هي الوجبه ديال الفطور، وبعد ما جمعت هكايا الدار، درت الميناج خفيف ظريف للدار، الحمام راكم شفتوه حتى هو جمعتو مسحتو بليلانجيت، صافي غادي ندوز باش غادي ناخد اول وجبه اللي هي وجبه ديال الفطور. بالنسبه للفطور ديالي فكل مره وباش كنفطر على حسب شنو كاين عندي في الدار، مهم كنبغي فطور هكا يكون شي شويه هكا يشبعي، مره كندير فيه البيض، مره الخبز مع الجبن، كل مره وشنو. انا اليوم غادي ناخد هكايا خبيز هكا غادي نغريه في لاباري ديال التوست، وغادي ناخد شويه ديال الجبن، شويه ديال كونفيتير، قهوه، غادي ندير كابوتشينو. كانت واحد السيده سولاتني منين كتاخذي الكابوتشينو، كاينه بنات في مرجان، كاينه في مرجان راها موجوده، راه فيها بشوكولا بلون، فيها بالفاني، فيها هكايا يعني كاينين اللي يقول لي هما انا مجربه ديال الشوكولا بلون خطيره خطيره، فيها واحد المذاق زوين، ومجربه ديال الفاني، ومجربه العاديه، هما بهادو بثلاثه راه هما زوينين. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا فين راه كاينه في مرجان. ايوا هذا مكان، ان شاء الله غادي ناخذ الفطور ديالي وانتم معايا ان شاء الله في لاغوتين ديال هذا النهار. هذا ليلتي الحاد كات، جلست هكا باش نخوى على الفطور ديالي، شكون لي بحالي اكثر وجبه كنجلس وكناخذ فيها راحتي ونعطيها الوقت الكافي هي الوجبه ديال الفطور. كيعجبني انني نجلس ونتنخوى على داك الفطور شنو ماكس حاطه فيه، الله يجعلني نكون حاطه فيه غير واحد الكاس ديال القهوه ولا كاس ديال اتاي وهكايا شي حاجه خفيفه مثلا، وكنجلس وكناخذ الوقت الكافي ديالي حسن ما انني غادي ناخده في الغداء ولا هكايا شي حاجه في العشيه الكوتي ولا العشاء. فاكثر وجبه كنعطي فيها هكايا وقت الراحه ديالي هي الوقيته ديال الفطور، كنجلس كتكون الدار خاويه ما كاينينش معايا البنات مثلا، كنجلس وكنفطر، نهز البورطابل ديالي، نهضر هكايا مع البنات صحاباتي، نجاوب على تعاليقكم الزوينه، البنات ديال الانستغرام الى صيفطوا ليا كذلك ومثال كنجاوبهم هنا. على العموم بالنسبه للبنات اللي ما داخلينش عندي الانستغرام، غادي نخلي لكم هنايا الانستغرام ديالي اللي هو هنودا شانيل، دخلوا مرحبا بكم، راني تما كنكون اكتيف، واي وحده كتدخل عندي ولا كتسول على شي حاجه راني كنجاوبها، يعني ما كتعطل لا على ميساجات لا حتى شي حاجه، كلشي البنات اللي كيصيفطوا ليا تما راني كنجاوبهم. مرحبا بكم و100 الف مرحبا. عطيتوني دابا دخلت الكوزينه باش غادي نوجد ان شاء الله الغدا. ايوا والله الا من الصباح من قبيله وانا كنفكر شنو غندير الغدا، قولي واش كتلف بكم نتوما وكتلفوا وكتدوخوا ما كتبقاوش عارفين شنو غديروا الغدا. من قبيله وانا كنقول شنو غندير الغدا شنو غندير الغدا، تفكرت بعدا باقي عندي واحد نص دجاجه، دجاجه صغيره شي مش كبيره هي اللي غادي نجبدها. وغادي نطيبها ان شاء الله مع بصله. هاد اللحم صراحه هو خصني نهزو نحيدو
صافي كنت درتو البارح عندما نشوفو هنايا هنايا اللحم البنات ولا الدجاج ولا كيف ما كان النوع ديالو كنشدو كنغسلو سواء كان دجاج سواء كان حوت سواء كان لحم كنشدو كنغسلو كناخذ بلاطو كنفرش ليه بلاستيكة وكنحط فيه دوك طريفات ديال اللحم. دابا ان شاء الله هذا اللحم هذا غادي نشدو كامل نجمعو ان شاء الله بلاستيكة ونرجعو للمجمعين. وبالنسبه هنايا هاد الدجيجه هاي ماشي دجيجه ماشي دجيجه غادي نطيبها ان شاء الله كما قلت لكم نديرها مع بصيله وغادي ندير لها هكا شي قليه ديال الفريت وصافي. وبغيت نجاوب واحد البنات اللي سولوني قالوا لي هي ندره كي ضعفيتي يا اختي شنو تديري ماشي شي ضعف لي زعما ضعفيت شي ضعف راني باقا خصكم على خير غير يعني هو حاولت انني مؤخرا بصح انا تبعت واحد النظام غذائي اللي هو صحي راني كنت سبق ليا وقلت لكم وناقصه هكا شي شويه من الماكله وكناكل كلشي الناس فطور الغداء غير هو الغداء ديالي كيكون شي شويه معطل ولا درت كيكه راني كناخذ منها طريف بالحق في الفطور حرشه بالحق في الفطور هذا مسمن نقدر ناخذو هكا في الفطور وديك النهار قالوا لي البنات درتي شوكولا شو واش تقدري تاكليها اه كنت تقدروا تاخذوها غير ما تحليوهاش هكا هي بالعسل حتى لو بغيتو تحليوها ديروا فيها الشوكولاط شي طريف ديال الشوكولاط غير هو الشوكولاط يكون نسبه الكاكاو ديالو تكون ديك هاد بحال هذا 76% ديال نسبه الكاكاو هو هذا هذا ديال يقبال وفيه 76% من نسبه الكاكاو وفيه واحد طريفات هكا ديال الشكلاط مر يعني هذا راه زوين هذا راه واخا تاكلوا منه تاخذوه هكا منه طريف هكا في النهار راه ما عندهم ما غادي يدير لكم حيدوا غير الشكلاط الاخر هذا الشكلاط هكا بالكراميل الشكلاط بالنوازات وحيدوا داك التخربيق كامل حيدوه وعوضوا هكا ديك الطريف ديال الحلاوه اللي كتبغيو عوضوه بهاد لي مغصو هكا د الشكلاط. وبالنسبه لداك الشوكولا شو لي صايب ديك النهار راه صحي هذاك البنات ما حليتو لا بسنيده ما حليتو هكايا غير درت فيه دوك ثلاثه ديال الشكليطات باش كنهرس داك الجهد ديال هذا حيت ما كانش عندي هذا على داكشي علاش درت هذوك ثلاثه ديال لي مغصو باش نهرس هذاك الجهد ديال المروره. اما بالنسبه للناس اللي انا بالنسبه ليا كيعجبني هكايا ديك المروره ديال الكاكاو ما عنديش فيها مشكل نهائيا. اما بحال دابا البنات ديالي كيجيهم شي شويه قاصح داكشي علاش مسيقدروش هكايا ياخذوا درت دوك ثلاثه ديال الشكليطات. ما بغيتوش ديروا داك الشكلاط راه تقدروا انكم ديروا واحد المعلقه ديال العسل وتحليو بها وهذا ما كان. دابا ان شاء الله غادي ندير باش غادي نغطي الغدا ديالي وانتوما معايا. ايوا صافي هنايا شتوني جبت البنات الدجاج هو اللي غادي نطيبو ان شاء الله مع بصيله وغادي ندير عليه الفريت. بالنسبه للكتوابل راه معروفين غادي ندير شي شويه ديال الخرقوم سكنجبير البزار مليحه وشويه ديال الثومه شويه ديال السمن صافي. وهنا درت شي شويه ديال الماء باش غادي تشحر ليا هذيك الدجيجه ديالي ولا ديك نص دجاجه قلت لك من الصباح كتقولي لنا دجاجه وهي راه نص دجاجه المهم ما تديوش عليا وصافي. انا هنا غادي نزيد العطريه كامله كما قلت لكم الخرقوم سكنجبير البزار مليحه الثومه وعاد ان شاء الله في التالي غادي نولي كنزيد غادي نزيد شويه ديال السمن وغادي ان شاء الله غادي نولي نزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للزيت حتى كتشحر ليا الدجاجه ان شاء الله مزيان عاد غادي نولي نزيد ليها الزويته. وهنا راه زدت حتى الثومه ضروري الثومه يعني الدجاج راه هو الثومه كما قلت لكم حتى كتشحر ليا ديك الدجاجه عاد نولي نزيد عليها الزيت والبصله ونخليها طيب على خطر 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 خطرها. ديك الساعات ملي كطيب الدجاج راكم كتحيدوه وكتخليوه ديك المريقه حتى كتختار وكتوقف. بالنسبه للطريقه راه تبارك الله الحادقات المغربيات كلهم كيعرفوا كيفاش يطيبوا الدجاج كيبغى تحمره تحمره كيبغى تخليه غير هكاك راه كتخليه غير هكاك حتى هو تيجي زوين. اما بالنسبه لي انا صراحه ما حمرته حتى شي حاجه لانني كان عندي واحد الغرض نص نهار العشيه داكشي علاش يعني كنت زربانه ما حمرته ما والو فكنقول لاباس لاباس انني طيبت ليهم الغدا وصافي. ايوا هادشي اللي كاين هنا راه شفتوني زدت القزبر والمعدنوس وان شاء الله غنزيد البصله. ايوا وندير واحد القليه ديال الفريت وهنا درت شويه الحامض مصير من الفوق وصافي غديوه خفان زربان بحال الروتين ديال هاد النهار هو خفيف ظريف. وهنا غنقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد نهار جديد روتين جديد. باي باي مع السلامه.